وبالتالي الإطار هاي سياسته دائما. طيب. فأنا ما أعتقد أنه راح يختلفون في اختيار رئيس الوزراء عن نفس السياسة، يذهبون إلى المأسسة. نعم. ويذهبون إلى الآلية الديمقراطية، وحظوظ السيد المالكي قوية لحد الآن، حظوظه أقوى من الآخرين، ولكن من المحتمل أن يبقى طرح مناورة للحصول على امتياز آخر، للحصول على مرشح من قبله عدد وزراء، هذا بالتفاوض السياسي أمر طبيعي. يعني إحنا علينا أن لا نجرم الناس لأنهم يتفاهمون، يتحاورون، يختلفون، يتفقون، يرشحون أحد لغرض ويأتون بغيره. هو فحوى العمل السياسي هو هذا. أيضاً